جاي في تايلاند ياك؟ وي وي في تايلاند كاين فرق ديال 6 السوايع. ايه والله يعطيك الصحة خويا، انت معانا واخا الليل معطل. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله الله يعود يحفظك جابك الله ويسر. يحفظك الله الله يعود. يحفظك. كي داير مع المورال؟ كي داير مع الصحة؟ صافا، الواحد خاصو يحافظ على النعاس ديالو. دابا هادشي اللي كنحاولو نديرو سيرتو، فهمتي، النعاس راه مرتبط مع نظام ديال الدفاع ديال الجسم، و فهمتي الواحد باش يخلي المناعة طالعة خاصو يحافظ على سوية النعاس. وخا النعاس يولي صعيب فهاد الأحداث وهادشي اللي كنشوفو حاليا والأخبار، السوشيال ميديا اللي شعلتيها كاينير كورونا. شعلتيها كورونا 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 24 ساعة على كورونا. 24 اخويا. الواحد خاصو شوية يحاول ينعس، دونك توليك خاصو يحاول يخلي راسو ينعس. دوك 8 السوايع ديالو صعيبة وتتسوكي، ما خاص الواحد يحاول ينعس. انت سيمو واش كنتي باغي تكون في المغرب في هذه المرحلة ولا كانوا عندك الاصفار وبقيتي تما؟ كيفاش البلان؟ لا صراحة كنت هنايا في تايلاند، كنت مسافر، كان البلان ديالي نكون هنايا في تايلاند. باقي كنت هاد الوقيتة هادي كنت كان بلاني نكون في اندونيسيا، ولكن باقي عاقل. نهار 13 شهر واحد أول حالة ديال الإصابة في تايلاند. التايلاند ديالي كانت فيها أول إصابة من ورا تشاينا، كانوا في شينوا بانوا إصابات ديال كورونا. وباقي عاقل نهار 13 واحد خارج وانا نقرا في البورتابل ديالي، راه شي واحد في تايلاند في بانكوك في الكارتي فاش حنا كاينين راه تصاب بكورونا. ونقول هدا يعني وصلت هنايا، وانا نبقى جالس كنقرا الخبر وانا نلقى ان راه شينوي اللي جابها. وانا نقول شوف، مادام شينوي اللي جابها راه واصله العالم كامل، واصله لانها جات مع تشاينيز نيو يير. الشينويين ما كياخذوش عطله العام كامل، كياخذوا عطله هي راس العام ديال ولكن الشينوي. في شهر واحد كانت غير في آسيا. لا، شهر واحد في الاخر ديال ولات كتوصل للدول الاخرين. 13 باقي عاقل، أوروبا. باقي عاقل 13 شهر واحد. انا المهم تايلاند اللي انا فيها باقي عاقل على نهار 13 شهر واحد. دابا لا دات باش بانت الكورونا حتى واحد ما عارف، لان كاين داك الشيء ديال واحد الطبيب راه ريبورتابل اللي كاينه كورونا، دارت فيه الحكومه قالت ليه سكت، وقعاتو على واحد التقرير ديال انه خاصو يسكت وما يبقيش يدوف هذا الموضوع. هذا عاد من بعد اعتذروا ليه. هذا الشيء يعني التاريخ فاش بانت الكورونا ما عرفش في الشينوا، ولكن اول حاله في تايلاند باقي عاقل على انه واحد شهر نهار 13 شهر واحد. ديك دونك الساعة ملي سمعتي انه دخلت لتايلاند، شنو درتي انت؟ حبستي من التنقلات ديالك؟ انا ما نكذبش عليك، انا قلت خليني في تايلاند على حقيتاش نكونوا، فهمتي، هاد الشعب هذا ديجا عشت معاه في 2014، عارف ان لا طلبوا منهم حظر التجول ما يخرج حتى شي واحد. انا عشت هنا حظر التجول في 2014، كانوا الناس قال لهم ما يخرجش حتى شي واحد من ورا 10 الليل، ما كانش كيخرج. واحد الوقت دخل 8 الليل ما كانوش الناس كيخرجوا، فهمتي. هنا الناس نقول لك الناس كيسمعوا، الناس بحال اللي قلتي، الناس نيه لواحد الدرجه ديال اللي قلتي لها. والله الا فتكلتها في واحد اللايف ديال اللي قلتي لها راه كاين واحد المرض، الا بغيتي تنجى منه ملي تكون خارج من الدار دير شي شقلابه ولا دير يديك على وجهك بحال هكا يتيق ويجي يديرها وما يسولش علاش. لا الدرجه هذه الناس نيه هنايا. لا ولكن شوف، ملي كتقول لهم الحكومه ديال تايلاند انهم يجلسوا في ديورهم ولا انهم يطبقوا شي اوامر كيحترموها، ولكن كيحترموها حيت نيه ولا حيت قارين واعيين؟ لا حيت نيه اخي، ما نقولش لك الناس قاريه هنا وواعيه، ولكن الناس قاريه وواعيه كاينه، ولكن هي واحد النسبه. ولكن حتى هنا كاين الجهل وكاين داك الايمان بالشعوذه والايمان بدوك الجنون والايمان بداك الشيء، ولكن الناس هذاك الايمان ديالهم وداك الشيء وتيخليهم نيه وتيخليهم تيسمعوا الهضره. قالوا لهم راه كاين واحد الفيروس، ها كيفاش كينتشر؟ غسلوا يديكم، لبسوا ماسك. الغد اللي كتنزل في بانكو كتلقى الناس بزاف، كتلقى 90% لابسه ماسك. مزيان اخويا. دابا انا كنعرف انه تقريبا واحد 600 حاله كاينه في تايلاند. الله الله، اليوم ريبورتا واخر تقرير في 599، والله دابا شويه كتبين 600 بلاص، يعني راه في ناس واخا. ولكن سيمو فسر لينا اخويا كيفاش اول اصابه كانت نهار 13 في شهر واحد، يعني اكثر من شهرين هذه، واليوم غير 600. راه زعما بالنسبه لي التطور ماشي كبير بزاف، لانه حنايا في المغرب مثلا فتنا 100 حاله، 109 اليوم،
واول اصابه كانت في ديبيو مارس في الاول ديال شهر 3. يعني مثلا انك في 13 في شهر 1 كانت في تايلاند اصابه واحده، ودابا اكثر من شهرين من بعد غير 600 اصابه. انا جو بونس كو راه مجيريه مزيان، لانه في اوروبا في شهر 1 وصلنا ل 1000، ماشي في دوله واحده، ماشي في اوروبا كامله. وي واش نقول لك، يقدر يكون العامل ديال الناس كتسمع، وصراحه الدول الاخرى راه في اوروبا ما تيبانش لنا ملي كيدوزون في التلفازه الناس لابسين ماسكات. انا راه الا كنتي خارج راه ما يفوق 90% ديال الناس لابسين ماسك. اليوم اضطريت نخرج من الدار، اليوم اضطريت نخرج من الدار لاني باغي نمشي نجيب الماء، ما بقاش عندي الماء ما نشرب. هذه راه نعمه والله ما تقدروها المغاربه، عندك الماء في الروبيني، لا هنا ما تقدرش تشرب الماء في الروبيني، ما كاينش حاجه سميتها الماء في الروبيني، حتى في الميريكان ما كاينش حاجه سميتها الماء في الروبيني. هادشي شحال من نعمه ما تيقدرهاش الانسان المغربي. دونك اليوم اضطريت اني نمشي نخرج ضربت كيلومترات باش نجيب كميه كبيره ديال الماء، وكانوا الناس الاكثريه كان كاع اللي مضطر حتى هو انه يخرج بحالي. كان نقول لك اليوم كاع 99% ديال الناس لابسين لي ماسك، وكاينه ديك القضيه ديال خلي بيني وبين 3 متر بلا ما تقرب ليا. وملي كنخلصوا في لاكيز واحد واقف هنا وواحد واقف ليه وواحد واقف ليه بعيد بزاف، فهمتي؟ بنادم بعيد على بنادم، ما واحد ماشي قريب من الاخر، وهكا غادي الامور حاليا. وعندكم نتوما الحجر الصحي، عندكم الحظر التجول؟ بدا في شي مدن، بدا على حقيقه الطالون دابا قسموها هي فيها 76 مقاطعه الا ما خفتش نكذب، تكون يا اما 74 يا اما 76 ما متيقنش، وقسموها المقاطعات. مقاطعات بحال قلتي ولايات، هي ستيت يعني بحال الولايات، ودابا كل ولايه بوحديتها. ودابا كاين شي ولايات اللي ولاو في طجراب هذوك بلوكاهم صافي، بحال قلتي ممنوع شي واحد يخرج منهم ولا يدخل لهم، بحال بانكوك، وسدوا فيهم لي مول وسدوا فيهم المتاجر، سدوا فيهم لي ريستورون. ولكن المدن اخرى اللي الولايات الاخرين اللي باقي ما كيعانون حتى شي حاجه راهم مخلينهم. وكاين الولايات اللي بانت فيهم حالات، يعني كلما زادت الحالات كلما كتزاد الشده ديال التعامل مع الموضوع. وانا خايف اللي في المغرب هو راه باقي في حالات قليله، ولكن واخد الموضوع من بحال قلتي اجي نمشيو ليفل الاخراني نسدو مع هذا الشيء نطرقوا معاه بلا ما نبقاو حتى لا بانت هادي عاد نديروا هادي، وحتى لا بانت هادي نديروا هادي. والقضيه اللي دار المغرب شناهي؟ كتاثر على الاقتصاد. وهنا كيدلك اخاي بلي راه الناس والله الا رجال الاعمال ديال المغرب ومن سيدنا الله يخليه لنا، يعني راه ما بقاش كيهمهم الاقتصاد ولا كتهمهم مصلحه المواطن، لان راه عرفتي شناهي؟ توقف كل شيء، ما يحل حتى واحد. راه الطيران وقف، راه عرفتي الطيران شحال كيدخل ديال الفلوس، وقفوا القطار وقفوا، راه وقفتي كل شيء، راه قتلتي الاقتصاد. ولكن داك الشيء كامل دار في الاخر على قبل مصلحه المواطن. هنا ما باغينش يسكتوا هذه القضيه هذه. من وزير الصحه تيتكلم البارح تيقول لهم راه ما يمكنش فهمتي داك الليفل الاخراني بقى وحده، احنا قاسمينها ولايات وغادي نشوفوا شي ولايه لا بقاو الحالات كيتزادوا فيها فعلا غادي نديروا فيها الحجر الصحي، شي ولايه باقا غدا مزيانه خليها متعشه وغاديه خدامه حتى وكان طرات حاجه قايمه. واخا نهضروا على التجهيزات الصحيه اللي كاينين في تايلاند، انا عارف انا عزيز عليك تايلاند ديما كتمشي ليها وكتكون مرتاح في تايلاند، وكنعرف انه كانت عندك واحد العمليه مؤخرا. اولا كي بقيتي واش العمليه درتيها في تايلاند؟ فا الحمد لله، وهي صراحه ما قصدتش نديرها في تايلاند، انا كنت في مصر، دزت للسعوديه، السعوديه جيت لتايلاند. كي وصلت لتايلاند 3 ايام الاولى كنحس براسي ماشي هو هذاك، ابخي كنحس بحال جيت المعده كضرني بزاف، و واحد الشعور خايب بزاف داكشي الحماق خايب اسامه. ابخي ملي مشيت للسبيطار شدوني ديك الليله الغد الصباح صايم مع الطبيب، عيت ما تيعيا ما يفسر شنو الحاله ديالي. قلت له شوف ندير لك سكانير باش نعرف بالضبط اش نسكاني لك الكرش ديالك كامله باش نتهنى. صاجي لقى بلي عندي المطرانه الزايده دارت وطلعات ومشيت جيت المعده وتحلات وبدات كتسكر. واحد واحد السخانه الحماق، يعني اول مره اجي نعرف في هذه التجربه هذه اجي نعرف باللي السخانه اللي طلعت راه ممكن الواحد يفارق الحياه. لان كانت السخانه ديالي وصلت ل 42 وكنت ما كنقدرش نتحكم في الجسم ديالي، كامل كان فيبري بحال هكا صباعي يدي رجليا، وكنقول يا ربي باغي نرجع نسيطر على الجسم ديالي وما كنقدرش.
عرفتي واحد الشعور اخاي اسامه عليها كيبانوا لك دوك الناس في الشينوا كيفيبروا مساكين كي اللي ما يفهمهمش مي والله حتى ملي وصلت لدرجه الحراره 42 فهمتهم عرفتي راه كان فيبري كنقول باغي شعور باغي حاجه وحده في هذه الحياه هادي باغي نرجع نسيطر على الجسم ديالي صباع كيفي مشيتي للكلينيك بريفي ولا بوبليك لا انا كنت فوطي اتصلت هما داوني للكلينيك تيدوك الاقرب كلينيك جات لومبيرونس داتني للكلينيك بريفي اللي طرف كلينيك بريفي وكان خلاص ان كاين صراحه السيرفيس كان واعر كل شيء كان واعر كان السيرفيس طوب دوز طراس العام سبيطار بخير الحمد لله الله الا رد دوز طراس العام في السبيطار طراس العام تيقولوا لي هذوك المفرقعات داك الشيء وانا راني في الروم كنت تعب الحمد لله على سلامتك اخويا ما الحمد لله داز داكشي وصافا وسال العمليه بخير وفتحت وحيدوا لي المسطرانه الزايده وغسلوا لي الداخل ديال لان كانت كتسيل الداخل مهم وصافا وبعد دازت 40 يوم ومرارة الحمد لله رجعنا للحياه الطبيعيه الحمد لله على سلامتك اخويا حتى انا بغيت نشكر كاع المسؤولين اللي في المغرب مسؤولين سياسيين رجال الاعمال الدرك الامن وبطبيعه الحال سيدنا الله ينصروا لانهم خداو لي شوز او سيريو من الاول واخذين الاجراءات اللازمه والاوامر راه غاديه وكتطبق وكيحترموها بطبيعه الحال كنهضر على الاغلبيه ديال المغاربه وضروري الدور ديال المواطنين حتى هما يساهموا في بحال قلتي انهم يديروا يجمعوا هذا المشكل يتجمع فهمتي نحكموه نسيطروا عليه لانه دابا فيما يخص التجهيزات ديال الصحه راك عارف في بلادنا ماشي مطوره بزاف ولكن في الاول كاع ديال هذه الازمه ديبي ما متطوره الدول المتطوره براسها ونهارت فرنسا ايطاليا راه داكشي كيفوت القدره الاستيعابيه على المواطن خاصو يسد على راسو وياخذ الموضوع بالسيريو ويسد على راسو ويجلس في دارو راه ماشي معناه ان انت في دوله قويه ان غادي تمشي تعرض راسك للمرض وغادي تعرض والديك للمرض لان راه غير ملي كيولي العدد كثير مهما كان عند الانسان راه كاين دول دابا كتدوي في 50000 حاله ما يمكنش يكون عندها 50000 سارق راه ما يمكنش يكون عندها 50000 طبيب يعني هاي ما يمكنش تفك المشكله يعني ولاو دول حاليا جد متقدمه لقاو راسهم قدام امر الواقع ديال كيشوفوا الناس كتموت وتيخليوها تموت في الاول كانت عندنا شي مبغي شي ما تنتمنى ما نشوفوش انا في بلادي وما نشوفوش حتى هنايا وما تشوفوش في اي بلاد ما تبغيش تشوفوا في اي بلاد صراحه والله فهمتي راه ديال توصل القضيه ديال اوكي السبيطارات وصلوا للماكسيموم كاباسيتي وما صافي يعني ساتور السبيطار حيت هذا المشكل يقدر يوقع لاي واحد يقدر الله يحفظ يوقع لي انا يقدر يوقع لك انت يقدر يوقع للوالد الوالده الجيران اصحابنا الناس ديال العائله ديالنا يقدر يوقع بصح لاي واحد غير لو ريسك انك خرجتي ولا تخالطتي في شي بلاصه عموميه ولا مشيتي لشي مارشي ولا ما خديتيش الاحتياطات ديال النظافه ديالك راه ممكن يوصلك هذا الشيء وعلاش كنقولوا انه انا خرجت اليوم ومشيت شريت الماء والله الا ورجعت وقلت غادي نسد على راسي الباب واحد 20 يوم ما نظلمش حتى شي واحد في هذا الشيران هذا نجلس معاه مستعجل لان انا اليوم انا مشيت لواحد الامور شريت الماء ورغم ان بنادم كان بعيد عليا وانا بعيد عليه ولكن راه ما عارفش يقدر نكون انا حاليا كندوي معاك انا مصاب يقدر نكون ما نظلمش هاد الناس هادو والله الا جيت قلت للمدام شتي هذاك الباب ما يتحلش ما نخرجوش هاد ال 20 يوم هادو كاع عند دوك الناس يقدروا هما يكونوا مصابين مي حتى انا راه نقدر نكون مصاب دونك غادي نسدو صافي عندنا الماء دابا عندنا الماكله غادي نسدو على راسنا ما نخرجوش ما تعرف كلشي ممكن يعني الواحد ماشي لي خاص هادشي اش كيقول لك خصنا نسدو على راسنا 15 يوم شحال من واحد ما فاهمش هاد البلان ديال علاش نجلسو نسدو على راسنا 15 يوم الو علاش لانه كل ما خرجنا كل ما تعرضنا في الزنقه ولا سلمنا على شي واحد واخا النوع السلام صافي سالينا ولا شدينا قرعه الماء ما عرفناش اللي قرعه الماء فينا معمل الصيبات شكون الفورنيسور اللي عطاها شكون ليفرور اللي حطها شكون الفوندور اللي باع علينا راه ممكن شي واحد مع عائلته وشي واحد جا من طاليان من الشينوا ولا هذا قاصه صافي الفيروس ممكن يدوز دونك ملي ندخلوا شي حاجه ديال التقضيه عندنا في الدار حتى هي نغسلوها
بالالكول بالصابون بالخل الابيض بجافيل، واخا هكاك نجلسوا 15 يوم بلا ما نخرجوا كاع. ملي كدوز ديك المرحله الفيروس او المرض هذا الوباء يقدر يبان في النهار الاول الثاني الثالث الرابع حتى النهار 15، ولكن 15 يوم وانت ساد على راسك. الا بقيتي ساد على راسك 15 يوم ما مرضتيش وما قصتي فيها حتى شي واحد، يعني انتيا دوزتي هذه المرحله وممكن نقولوا تصوفيتي. وي وباش ني تبان الناس المصابه، فهمتي؟ باش ني تبان، وملي غادي تبان ديك الساعه راه ديجا كاينه حاليا القوه الاستيعابيه اللي غادي تستوعب دوك الناس اللي غادي يبانوا. ولكن الا مشاو دوك الناس خرجوا والناس اخرين خرجوا تلاقاو بهم وسلموا عليهم او لا الطوبل عاوتاني الغد ليه خرجوا ولا التريبل بعد غد ليه، ماشي بحال فرقناهم كاملين وكلشي جلس في دارو ودازت واحد 14 يوم غادي يبانوا فيها كاع الحالات، غادي يبانوا فيها الماكسيموم ديال دوك الحالات كاملين، والدوله غادي تمشي تشدهم غادي تكفل بهم وغادي تعالجوا في المستشفيات بدل ما غادي يبقى كلشي خارج في الشارع وشي تيسلم على شي. خصنا نعاونوا بعضياتنا صراحه، خصنا نعاونوا بعضياتنا. هي مهمه شبه مستحيله ان 40 مليون مغربي يبقى في داره وسد عليه وبعيد على اي حاجه صعيبه، مهمه لا لا شبه مستحيله. نحاولوا نزلوا من البورسونتاج، راه واحد دخل لدارو فوالا راهو حافظ على والديه. اذا كانوا عندنا مثلا غير 30 مليون على 40 مليون جالسين في دارهم ومخبيين ومكمشين وخايفين وحاضرين راسهم هاد 15 يوم، راه سي ديجا طام. ممكن سي اسامه كاينين شي ناس فهمتي حاليا هما السطر الاول ديال البلاد، الجندار البوليس القوات المساعده هذاك من حقه يخرج، زيد عليهم الاطباء لا ضروري ممرضين هذوك من حقهم يخرجوا، ولكن باش انت ما عندك حتى شي حاجه خارج دير شي حاجه تافهه اسمح لي فهمتي، يعني راك هنا كتقولي كتعرض حياتك للخطر وحياه والديك للخطر وحياه بزاف الناس في الدوله للخطر. نصبروا شويه، ما تنقولش ان 40 مليون غادي تجلس في الدار مستحيل، لانه فينا هما الاطباء راه خاصين بزاف ديال الناس غادي يبقاو خارجين وتا هما عليهم الريسك، ولكن خاصين بزاف ديال الناس يكونوا جالسين، وسيرتو حاليا كاين بزاف ديال التلاميذ ما عندهم ما يدير في الشارع حاليا، كاين لا هو ما يدير في الشارع حاليا، المدارس واقفين، كاين كاع بزاف ديال اللي ما عندهم ما يدير في الشارع حاليا. الناس اللي كيقراو الشباب اللي كيقراو التلاميذ والطلبه راه اليوم الصباح عطاو دروس كاملين مجانا، عطاوهم كونيكسيون الى باش يدخلوا لي سيت اللي فيهم القرايه وفيهم الدروس، يعني كاع لي زوبيراتور ديال المغرب اليوم حلوا مجانا كاع لي بورتاي داك تيلميتيس وكاع لي سيت ويب اللي فيهم الدروس مجانا، واخا ما تكونش كاع عندك انترنت ممكن تدخل وتقرا وتراجع واخا ما تكونش عندك انترنت، وهذه حتى هي جيست ايجابي. الله يا تبارك الله، مبادره مزيانه اخي من شركه الاتصال. وغدا ان شاء الله كاينه واحد اللجنه ديال الاقتصاد وتدبير الازمه الاقتصاديه غادي يجتمعوا باش يتريتيو المشكل ديال القطاع الغير مهيكل سيكتور انفورميل، بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الضمان الاجتماعي، بالنسبه للناس اللي غير كوميرسون كيبيع ويشري في الزنقه ولا عنده ما مخرجش في السي ان اس اس، غدا غادي يناقشوا هذا الامر باش هما يوصلهم تعويض ويوصلهم مساعدات. اخاي اسامه زعما الا كانت هذه القضيه هذه راه تبارك الله اخاي، يعني راه الدوله دارت فوق من اللي عليها، واخاي لان هذوك هما الفئه اللي كتبقى ديما فهمتي ما تيكونش مسجل لا في لا سي ان اس اس ما تسجلش انه كاع راه خدام فهمتي، تيكونوا تيخدموا نهار بنهار وهما اكثر وحدين كيتعزموا في الوقت الحالي، تيقول لك راه ما يمكنش انا توقف لا خصني نخرج، وهذه الفئه هذه زعما لا لقات لها الدوله شي حل راه اخاي خاص الانسان يجلس في دار. خويا سيمو الله يجازيك بالخير، تبرعتي بواحد القدر ديال المال للصندوق، كيفاش جاتك هذه الفكره تاعي؟ والله اخاي لان اخاي الموضوع سيريو، لان فهمتي الموضوع سيريو، وهي راه الجيست هذه بين الناس الحجم ديال الموضوع شحال سيريو، لان شحال من واحد تدو مع على كورونا كما بحالي انا كنت شفت شي فيديوهات في الاول كتقتل 3.7% اتس اوكي ماشي شي نسبه كبيره هانيه، مي من بعد راه كتشوف عاوتاني اتس اوكي ما كتقتلش ناس بزاف، ولكن راه سريعه الانتشار وفي الاخر غادي تقتل نسبه كبيره، لان راه في نفس الوقيته كتنتشر بالسربه، مثلا قلنا 3.7 ديالاش ديال كتنتشر بشويه وغادي تصيب 100 الناس، يعني الله تقتل لنا ثلاثه الناس، ولكن راه الا انتشرت ل 100000 راه ولينا في نسبه كبيره، و
ولا نشرات لنا دابا وصلنا 300,000 حاله في العالم. يعني راه كاينه واحد السرعه في العدوى. ملي كتشوف الموضوع سيريو بحال هكا وكتشوف بلي راه خاص فلوس سيرتو ان الفلوس مهمه في الوقت الحالي. قلت انا اخويا علاش لا دونتو ليك وسيرتو هذيك راه بلادنا وفرات لنا شي حوايج اللي كاين حاليا اللي تستهضر بداكشي ديال وايلا شوف فرات لنا لا انا اخويا انا قريت العربيه انا حربت الاميه نعتبروا اني حربت الاميه قريت العربيه قريت الفرنسيه وقريت الحساب بارك غير هذوك راه هما اللي خلوني نوصل لاي حاجه اخرى في حياتي كون ما قريتش الحساب كون ما قريتش العربيه كون ما قريتش ديك الفرنسي كون ما ندير حتى حاجه في حياتي كون راني باقي جالس في بلاصتي. ولكن نقولوا حتى حاجه تقول لك وايلا شنو داكشي اللي قراو نعيط اوكي راه الكماله من عندك انت سير كمل من عندك انت السوكر عطاونا لاباس السوكي البلاد دارت شي حاجه ما جا الوقت باش ردوا راه بزاف الناس ماشي غير انا راه كاين بزاف الناس الحمد لله ساهموا وردوا وراه انا تنقول غير الواحد يشوف فيه الحجم ديال التبرعات اللي جات من كاع رجال الاعمال يعرف راه الموضوع ديال كورونا راه سيريو يشوف الشركات ديال الطيران وقفوا في العالم راه عرفت شركات ديال الطيران راه حاليا الحدود كتسد اخويا الشركات كيفكروا يعلنوا الافلاس يعني راه الموضوع سيريو يعني هو الناس وقفوا شركات ديال الطيران وانت مطلوب منك اللي تجلس في دارك وما باغيش الناس راه تطرات توقف الطيران وكفاته الناس راه تدور في مشاريع بالملاير وكفات المشاريع ديالها وكفات الشركات ديالها وانت مطلوب منك اللي تجلس في الدار فهمت يعني الموضوع والله الا سيريو بزاف انا اون فوا شفت اخاي اسامه ان القطاع ديال الطيران اللي كيوقف عاد فديت الموضوع نقول لك انا من الناس اللي كنت نقول الا كتصيب صاحبي تتقتل 3.7% ماشي شي حاجه ولكن انا شفت ملي بدات الدول كتسد على الدول اون فوا الدول بدات كتسد على الدول شفت بلي الطيران سدات على الامارات وسدات على الشينوا السعوديه سدات اون فوا السعوديه حتى هي سدات على الامارات البحرين قلت هذا الموضوع كبر وان فوا شفت عاوتاني الشركات ديال الطيران ولاو كيوقفوا قلت لا الموضوع هكا كبر من يعني من داكشي اللي كنت كنتخيل لان الموضوع اخي اسامه كبير يعني داك التبرع خاصو كاع يكون كبر من هكا التبرع ب 100 مليون من جهتي انا ماشي شي حاجه لان فريمون الموضوع سيريو ولكن راه نقول لك حاليا راه كاع رجال الاعمال تخفلوا بهاد هي نسموها ازمه اقتصاديه كاع رجال الاعمال تخفلوا فهمتي على خاطرش ما تيكونش عندك انت حياتك الكاش حاطو في الكونت وكاز كتسنى تنقولوا هاد سوكا رجل الاعمال راس ماله كذا هما شركاته هما الممتلكات ديالو هما داكشي اللي كيملك ولكن الكاش ما عرفناش انت يعني تمنيت يكون اكثر من 100 مليون ما جات واحد الطرفيه ايوا مليون درهم تبارك الله عليك اخويا الله يبارك فيك الله يبارك فيك اخاي اسامه ونتمنوا من دونك كاع رجال الاعمال اخويا خصهم يساهموا نتمنوا اخاي اسامه من كاع الناس يساهموا بداكشي اللي قدروا واللي تعرف شي واحد جارو محتاج شي حاجه تا هو يعاونو كل شيء عاون ماشي زعما الا ما عاونتيش بمليون درهم راه ما تعاونش راه ممكن تعاوني ب 10 درهم ولا ب 40 درهم واحد الشيء عندك شري ليه شعريه وعطيها ليه فهمتي يعني ما تخليش هاد الوقت سيرتو هاد الوقيته هادي حنا محتاجين نكونوا يد وحده اكثر من اي وقت داز على حقاش عمر اخي اسامه داز بحال هادشي في المغرب ملي انا تزاديت حتى لدابا انا كنت دوز واحد العام سميتو عام البون الشبيه ديال عام الجوع ما عرفتش التاريخ ديالو امتى كان داز في المغرب وكانت صراحه ما كانتش النعمه كثيره ولكن ما مات حتى شي واحد بالجوع علاه تنقول للناس دابا حاليا راه ما تخافش في هذا الزمن ديال الكورونا راه ما يموت الشوع النعمه كاينه الا خرجتي حاليا للسوبر مارشي ولا سميتو كاينه النعمه انا باقي عاقل في واحد العام سميتو عام البون انا باقي صغير جدي كان ديبلاصي 80 كيلومتر باش يجيب خنشه ديال الطحين هادشي انا باقي صغير تقولوا لي راه هذا الشبيه ديال عام الشوع داز في المغرب وما كانش في هذاك العام اللي سميتو عام البون ما كانش داز شي 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 واحد سمعنا زعما شي واحد راه مات بالجوع ما الحمد لله ما عمرك طرات في المغرب ان شي واحد مات بالجوع ولكن اخاي الا كان الطهور كما كنقول ديما راه الناس تموت بالكورونا ماشي بالجوع كاينين شي بعضين شي اقليات فهمتي كيبغيو تسلط عليهم الاضواء وهما ما فاهمينش الماتش دونك كيديروا تصرفات متهوره ولا كي فهمتي كيبغيو يبانوا كيبغيو ياخذوا
فوالا كياخذوا شويه من السبوت لايت فهمتي. هكا بحال قلتي باغيين واحد الشهره مزيفه، واللي هما اللي كنقولوا عندهم كاغدوغ دو غلواغ ديالهم، عندهم 4 ساعات ديال الشهره، وهذا الشيء ما دايمش صراحه. انا كيفكروني في دوك المشجعين في الماتشات في التيران اللي بعد مرات ملعوب والشامبيونز ليغ ولا شي حاجه، هو كيهبط من الجمهور وكيخربق اللعب لوست فهمتي. الشغب هذاك ما صالح حتى وجزه. وبالعكس ما شاء الله الشغب هذا لقيت هادي مناف يقدر يجيبها في صحته، هو الاول يقدر يدي لشي كوارث زعما. وحاجه اخرى اخي اسامه على ذكر الشهره، والله الا كيبان ليا بزاف ديال الناس كتاخذ الشهره فعلا كتوصل ليها بديك تيجر الاضواء وكذا، ولكن من بعد كيبان لي انه تيتأزم وكيعاني، لان الشهره كتبغي فلوس، والشهره بلا فلوس راه معاناه. كيفاش ما بقاوش نسمي حتى شي واحد، انا ما عمري كنت كنسمي بزاف ديال الظاهرات اللي بانت في المغرب مؤخرا شهر، واحد الشهره اللي كتفوق الفلوس ب 100,000 مره، يعني فلوسه قد هكا وشهرته يقدر تسول عليه اي واحد في المغرب يقول لك اه كنعرفه. ولكن راه المشكله انها تولي معروف بزاف والفلوس ما كايناش. علاش نقول انا اللهم صح يخدم ميساج مهم هذا ازي. عندك واحد الكوغ على انترنت حطيتيه في يوتيوب على الناس اللي باغيين يخدموا التجاره على انترنت ياك، وفابور موجود على الشانيل ديالك في يوتيوب، يستغلوا هذه الفرصه وممكن يخدموا فيه حتى دابا في المرحله. وي افيك بليز، راه باقيين ثلاثه الفيديوهات ما نشرتهمش، مي كنقول اخي اسامه ماشي هي ديال المرحله ديال النشر، هو ديجا محطوط تقريبا 60% ديالو، باقى واحد 40% عندي. يعني الواحد خاصو هذه تاهي خاص الواحد يفهمها، حاليا راه كندوز من واحد المرحله فهمتي، الناس كاملين واحد التيار جماعي بلا ما يجي شي واحد ضده، لان ملي كيجي ضده كيطراو غير المشاكل. يعني الواحد بالعقل ديالو يحاول يتفادى داك التيار اللي اللي غادي حاليا، ما يجيش شي واحد عكس. راه شتي الناس اللي قالوا كورونا ما كايناش، شتي المشاكل اللي طرات لهم بلا، حاليا الوقت ما كتسمحش ان شي واحد يجي عكس التيار. تنقول قد هي لو انا فيديو بواحد النيه حسنه ديال اجي تعلم فيسبوك، اجي يقول لك واه انت شوف هذا السيد هذا حنا راه في المصيبه، وهو يجي يقول لك علاش انا متفهم هذا الشيء. وانا كماركتر كنفهم راه السيكولوجي ديال الكاستمر وديال اليوزر، تنقول له ماشي هي ديال الرايت تايم الوقت المناسب انك تحط لهم هذا الشيء، خليه ان شاء الله هذه مرحله ودايزه وان شاء الله يدوز هذا الشيء، وان شاء الله باقي الحياه طويله وان شاء الله يكون خير ونحط الباقي. ونتمنى اخويا سيمون الفيروس ما يزيدش ينتشر بزاف لا في المغرب لا في تايلاند، وانا بنادم يكون مريقل وذكي ويخدم عقله ويصبر ويرفع من المعنويات ديالو وما يملش في الدار ويتهلا في عائلته. هادو هما النصائح اللي ممكن نعطيو. وي وي الله يعزك ابا اسامه وشكرا. وراه دازوا معك اطباء تيكون عطاو نصائح احسن مني، اللي سيرتو انا في هذه الوقيته هذه الاطباء هما اللي تيبانوا لي بالدرجه الاولى، يعني ممكن يفيدوا الناس بزاف بشنو اشنو ياكلوا واشنو يديروا واشنو سميتو. وتبارك الله عليك، وصراحه كان معك انترفيو في المستوى كتعيط لي في انترفيو جامي قلت لا بالمناسبه. اي والله يجيب الفرص اخويا، والله يخليك بصحيحتك، تهلا لينا بزاف في راسك وبناتنا التليفون. الله يحفظك الله يعزك ابو اسامه، بالتوفيق لك. بالتوفيق اخويا كاملين اللي مكونكتيين 1588 واحد دابا اونلاين، تبارك الله عليكم كاملين الاخوان، وبالتوفيق لكم ومع السلامة، ونخليكم مع السي أسامة الله يعزكم. صباح الخير أخويا سيمون، إن شاء الله الله يعزك.